أهلا أحبائنا مشاهدينا، حديثنا في هذه الحلقة مسؤوليتنا في الكرازة. تقابلت مع رئيس طائفة إحدى الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط وقال لي بالحرف الواحد: أنت ليه بتبشر المسلمين؟ يعني قالها بحالة غضب واستياء. فطبعا كان جوابي من شقين. الشق الأول: أكون أكبر مجرم إذا أنا اختبرت الحق واكتشفت نور المسيح اللي غير حياتي وعارف مصيري الحياة الأبدية، ما بشارك هذا الاختبار مع أي شخص آخر. والشق الآخر من نفس الجواب قلت له: طاعة للرب يسوع المسيح، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هو طبعا كان خايف وكان بيتكلم بصراحة على أساس من بشر المسلمين أنه ممكن هذا يسبب مشاكل، ولكن هذه المشكلة ليست حديثة، إنها المشكلة القديمة الحديثة في موضوع الكرازة. فإذا الرب يسوع طلب من كل مؤمن مختبر مفدي من خلال عمل يسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات أن يبشر بالأخبار السارة بالإنجيل المقدس عن شخصية أو شخص يسوع المسيح. ألم يقل يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. وطبعا في بشارة مرقس إصحاح 16 قال: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. ويستمر يقول هذه الآيات: تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فكان جوابي أنه أنا عم بطيع الرب يسوع المسيح، وحقيقة أنه أنا ببشر المسلمين لأنه هذا نابع من محبة قلبية عميقة تجاه كل إنسان، وأيضا تجاه المسؤولية. كيف يسمعون بلا كارز إذ الضرورة موضوعة علي؟ فويل لي إن كنت لا أبشر. في هذه الحلقة رح نتكلم عن مسؤوليتنا في الكرازة، رح نتكلم عن أهمية الكرازة، ثم رح نتكلم عن بعض العوائق للكرازة، ليه الناس مش عم تكرز، وطبعا رح نتكلم عن دور الروح القدس ودور الصلاة في موضوع الكرازة. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، رح تكون بركة عظيمة إلك، لأنه رح نلقي الضوء على هذا الموضوع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. مسؤوليتنا في الكرازة. أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، ومين طبعا أفضل من يعني الأخت رشا نور اللي تتكلم عن هذا الموضوع. رشا هي طبعا مش ضيفة، هي جزء من هذا البرنامج وإحنا فخورين جدا فيها. الأخت رشا هي ضحت كثير من أجل طبعا إيمانها ومن أجل إرساليتها حتى تبشر بيسوع المسيح. رشا طبعا هي عابرة من خلفية إسلامية، والآن هي تؤمن بالرب يسوع المسيح ووضعت كل حياتها إنه تشهد عن يسوع المسيح. أهلا وسهلا أخت رشا. أهلا بك أخ نزار، وأهلا بكل المشاهدين، وأتمنى الحلقة النهاردة تكون ليها تأثير إيجابي في كل واحد بيسمعنا وبيشاهدنا،
وبصلي من كل قلبي ان التأثير الإيجابي ده يديك الجرأة، يديك القوة، ويديك محبة المسيح تنقلها للناس علشان الناس تيجي للمسيح وتعرفه. يعني راح يكون تركيزنا على العوائق، ليه؟ يعني ليه الناس ما بتكرز بالإنجيل؟ كما سمعت من أحدهم قال عندكم نور، عندكم الحق، ليه ما بتشهدوا كما يجب؟ ولكن في الأول خلينا نتكلم عن أهمية الكرازة. تفضل أخت رشا. الكرازة إن أنا أوري الناس المسيح، إن هو نبع الحياة الأبدية. أخذ الناس من أبارهم المشققة اللي ما بتجيبش مية، محاولاتهم المستميتة لإرضاء الله، إلى المسيح اللي جه علشاننا، اللي تواصل معانا، اللي قدم لينا خلاص مجاني من خلال عمل الصليب. فهو أنا من كل قلبي بصلي إن الناس ما تيجي تشهد عن المسيح تشهد من جوه قلوب ممتنة لعمل المسيح. الكرازة مش خناقة، الكرازة مش مناقشة مين اللي هيكسب فيها. الكرازة هي إن أنا بوري الناس محبة المسيح، بوري الناس مين هو المسيح، المسيح اللي ملأ قلبي، المسيح اللي غير حياتي، المسيح اللي عمل تأثير عظيم في حياتي. أنا هو ده نفس التأثير ده أنا بتمنى إن هو يكون موجود في الآخرين. أنا حبيت التعبير اللي ذكرتي إنه هو عبارة عن يعني ممتنة، يعني هي تعبير عن الشكر والعرفان والجميل والامتنان لشخص غير حياتي. يعني بكلمات بسيطة، أنا كنت هالك والآن عندي حياة أبدية، فكيف لا؟ يعني مفروض هذا الشيء يعني بقودني من حياة الشكر والامتنان إنه أحكي عن يسوع. طبعا، يعني في إيه أهم من إن إحنا نكرز بالمسيح؟ مسيح قال لنا اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل إلى الخليقة كلها. يعني دي وصية المسيح وصها لنا. طب هو وصلنا الوصية دي علشان المسيحية تزيد عددها؟ لا، لأن هو عمل قدم نفسه ذبيحة من أجلنا علشان يفتح لنا الطريق ما بيننا وما بين الله، ويكون لينا دخول إلى محضر الله مرة تانية. وده اللي بيخليني ببقى ممتن ويبقى قلبي مليان شكر وعرفان لله، لأن أنا مهما كانت محاولاتي زمان إن أنا أرضي، كنت بصوم وكنت بصلي وكنت بعمل كل الحاجات، وبعدين ما فيش علاقة، العلاقة كانت مقطوعة. يعني ما فيش حاجة اسمها أنا أتكلم وربنا يرد عليا، أو إن أنا أقعد أسمع صوت ربنا، ما فيش الكلام ده. أما أنا وصلت لعلاقة حقيقية، علاقة فيها ديالوج مش مونولوج، أنا مش بتكلم أنا وربنا قاعد بيسمعني وخلاص، لكن الله بيرد عليا في حديث، في تواصل ما بيني وما بين الله. كمان الله ما بيدخل في القلب بيغير. يعني إحنا كرازتنا إحنا ما بنقدمش ممارسات معينة للناس تعملها علشان ترضي ربنا. إحنا ما بنيجي البشر ما نقولهمش يا جماعة روحوا وطوا نفسكم، ويا روحوا وصلوا، وروحوا مش عارفة حجوا وعملوا وصوموا، لكن نعمل لك شوية أعمال صالحة. أيوه. بس إحنا بنقدم الأخبار السارة. بالزبط. هاي الحقيقة، الإنجيل هو الأخبار السارة، الأخبار المفرحة. بالضبط. فإحنا مش بنقدم مجرد ممارسات أعمل وما تعملش. أنا مثلا طبعا أنا لازم أدخل في النقطة ده، هي الدعوة الإسلامية بيقدموا دعوة للناس على أساس أنه هو يعبدوا الإله الواحد، الله إله واحد ومحمد هو الرسول. طب أنا استفدت إيه؟ طب ما كلنا بنعبد إله واحد. لو أنت رحت لواحد يهودي وقلت له الله واحد هيقول لك واحد طبعا، لو رحت لواحد مسيحي قلت له الله واحد هيقول لك واحد طبعا. فأنت مش بتقدم حاجة جديدة، أنت مش بتقدم حاجة مميزة. التميز عمله المسيح اللي هو فتح الطريق ما بيننا وما بين الله. فهذه هي الكرازة بتاعتنا، إن إحنا نقدم العمل ده. وبعدين الرسول بولس لما بيتكلم بيقول ويل لي إن كنت لا أبشر. ليه؟ لأن أنا لو أنا ما بشرتش أنا يعني بحد عمل المسيح، بقول له كده أنت ملوش لازمة اللي أنت عملته على الصليب من أجل الناس. لو أنا مش بوصل الرسالة دهيت، فالمسيح كده
يعني مات بلا سبب. احنا محتاجين ان احنا نوصل رسالة المسيح، محتاجين ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق يقبلون، محتاجين الناس تتغير. المسيح يعني هاي ارادة الله طبعا. الله يريد. الكرازة مش شطارة بني ادم، مهما تحاول معوقات الكرازة واساليب الكرازة كتيرة، وان احنا بنعرف عن الاخر و ولغيره، وبندرس عن مثلا الأديان الأخرى، كل ده كويس إن إحنا نعرف. المعرفة مش هي الكرازة، المعرفة جزء بسيط من الكرازة. الكرازة الحقيقية هي الركب السجدة، الكرازة الحقيقية هي الركب السجدة اللي بتطلب وبتتشفع من أجل خلاص النفوس. الناس اللي بتبكي بدموع من أجل خلاص المسلمين هي دي اللي بتعمل الكرازة. الناس اللي بتسمع صوت ربنا نكرز إزاي؟ أنا مش باخد الكرازة ده هي كورس سؤال وجواب أطلع أعمله مع أي إنسان، لكن أسمع صوت ربنا. أنا ياما ربنا كلمني في ناس وقال لي ما تكلمهمش خالص في الإسلام، وناس مسلمين ومتعصبين، لكن ربنا قال لي كلميهم في الاحتياج ده، هم عندهم الاحتياج ده هوت. فلما كلمت في الاحتياج ربنا فتح القلب. فاحنا مش احنا اللي بنفتح القلوب، لكن الله هو اللي بيفتح، ده عمله هو. طب لما بنتكلم عن أهمية الكرازة، ليه الكرازة لها أهمية كبيرة؟ الكرازة مهمة لأن احنا بننقل الخبر السار، وبنكون جزء مهم في إرسالية الله للناس. الكرازة بتوصل بشارة المسيح للآخر. الكرازة بتخلي الكنيسة تنمو. إحنا مش بنعتمد على أعداد، لكن الكنيسة بتنمو إزاي؟ إزاي الكنيسة بتكبر؟ كان الله يضم إلى الكنيسة جميع الذين خلصوا. خد بالك، مش البني أدمين اللي بيكرزوا هم اللي بيضموا، الله هو اللي بيضم. فالكرازة عمل إلهي مش عمل مكتبي وكورسات وإن كانت الكورسات حلوة ومفيدة، لكن الكرازة لازم نفهم أن دي إيد الله، مشيئة الله أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. دي خطة الله للبشر، وأنا بعمل مع الله، أنا بوصل ده من قبيل الامتنان والشكر والعرفان لعمل المسيح من أجلي. طبعا أنا حبيت فكرة أنه لنمو الكنيسة سفر أعمال الرسل، عندما امتلأوا من الروح القدس جالوا مبشرين بالكلمة، وفعلا منشوف امتداد للكنيسة في سفر أعمال الرسل. يعني عدة مرات كانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، فالنمو في الكنيسة أو نمو الكنيسة هذا جزء من امتداد الكنيسة عن طريق الكرازة. مش يعني الناس مش رح تيجي للكنيسة بدون ما يسمعوا عن يسوع المسيح، لأن الكتاب يقول كيف يسمعون بلا كارز. فلازم يكون في شخص بوصل الرسالة. دي مسؤولية لازم كل كنيسة تحطها على قلبها. أنا بنادي وبناشد كل الكنائس، بناشد كل مؤمن إن هو يطلع ويخبر بعمل الله. اوعى تخاف، اوعى تتردد، اوعى تحس إنك أنت مش عايز تخسر صاحبك أو مش عايز تخسر قريبك أو مش عايز تخسر زميلك في الشغل، لأن العمل اللي أنت بتعمله أهم بكتير من إنك أنت تخسر إنسان. يعني احنا ما بنيجي نتكلم احنا بـ 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 بكلماتنا بتبقى نور للناس دي علشان توصل لهم رسالة المسيح. الكرازة دي مصالحة ما بين الله والبشر، يعني مش بس انا برضي، ده انا الله بيتصالح معايا، بيبقى لي وجود في محضره بشكل كل وقت كل حين. انا عايز اقرا حتة في حتة المصالحة، لان المصالحة دي حاجة مهمة جدا. في رسالة كورنثوس الثانية مكتوب أن الله اللي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. الله صالحنا وبعد كده ادالك المسؤولية دي، ما ينفعش أنك أنت ما تاخدهاش. إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. الكلام من الله واضعا فينا كلمة المصالحة. الكلام مش منا، الكلام هيتحط جوانا
عشان نقدر نكلمه. إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. أنت سفير، سواء رضيت أم لم ترضى، أنت سفير على المعاش أو سفير بتتحرك، أنت سفير المسيح. هتوقف قدام الله إزاي؟ هتقف قدام المسيح وهو قدم كل ده علشان خاطرنا، هتقف قدامه إزاي؟ هو بيقول نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. هاي رسالتنا، رسالتنا احنا نطلب عن المسيح، مش نطلب احنا بشطارتنا يا جماعة روح لا، نطلب عن المسيح. يعني دي رسالة المسيح الأساسية اللي ادها لنا، فإحنا ده يعني أونر لينا، ده شرف كبير جدا لينا إن احنا نكون سفراء المسيح في الأرض. يعني قبل ما أنتقل للموضوع أو السؤال الثاني اللي هو معوقات الكرازة، عاوز أسألك أنت من ناحية شخصية عشان يعني لربما تكوني تشجيع للعديد من المشاهدين. أنت اختبرتي محبة المسيح واختبرتي خلاص المسيح، لكن إمتى عرفتي أنه أنت لازم تتكلم عن المسيح؟ الحقيقة أول ما اختبرت خلاص المسيح كنت مليانة بحبه، وعندي زي ما قلت امتنان، عندي شعور بالعرفان ان ربنا حبني انا وغيرني انا وفتح لي الباب ده هوت وملاني بالحب ده هوت. فبقيت عايزة اخرج اقول لكل بني ادم، ما عايز امسك ميكروفون في ايدي واروح اتكلم كل الناس. وده اللي خلاني وانا جوه مصر، انا عرفت المسيح في مصر، خلاني جوه مصر اروح اشتري البشائر اللي هي الاناجيل، كنت بروح اشتريها من مكاتب المسيحية بمصروفي، وكنت باخدهم اوزعهم في الاوتوبيسات وفي المترو وفي الميني باص، واقعد امسك الشرايط، كان زمان شرايط ما كانش سيديز ولا حاجه زي كده، وكنت اقعد اوزع الشرايط دي للناس، شرايط فيها وعظ، فيها ترانيم، علشان اقول للناس قد ايه المسيح بيحبك. اوعى تفوت الفرصه دي، اوعى تفوت الفرصه. أكيد. وهنا بننتقل للجزء اللي فعلا حابب أنه يعني نقضي وقت أكثر في هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع مزعج لإلي أنا كمان شخصيا بصراحة، أنه لا أستطيع أن أفهم كيف شخص يختبر محبة المسيح وغفران المسيح ويختبر الحياة الأبدية ويختبر ضمان الحياة الأبدية ويختبر العلاقة مع المسيح، وأن يبقى فيها أن يبقي هذا الاختبار لنفسه، ما يشارك هذا الاختبار مع الآخرين. بالنسبة لهذه معضلة، إلى درجة مرات أتساءل إذا الشخص فعلا اختبر المسيح، لأنه ما في شخص اختبر مسيح إلا وتكلم عن يسوع المسيح. وأنا مش عاوز أحط ضغط على الناس وأرفع لك ضغطك، ولكن هذه حقيقة. المؤمن اللي اختبر يسوع المسيح لا يستطيع أن يسكت، لا يستطيع أن يهدأ. يعني بجيب مثلين، في واحد أنا كنت بعمل تدريب لمجموعة من شمال أفريقيا، واحد منهم بصراحة تعلمت منه كتير ولكن كان جريء جدا، وهذا الشخص مات في السجن ولكن كلماته ما زالت في صدى، يعني في ودني. عندكم نور، ليه ما بتتكلموا؟ ليه ما بتشهد؟ عندكم النور الحقيقي. وواحد تاني كمان من القدس، كان من حماس صراحة وآمن، وبعدين في مرة بقول لي طب انتوا عندكم الحق، ليه ما بتتكلموا؟ ليه ساكتين؟ واحد بقول لي عندكم النور، واحد تاني بقول لي عندكم الحق. طب وإيه الحل وإيه العلاج وكيف ممكن نتحرر من هاي العوائق، عوائق الخوف؟ احكي لنا شوية عن العوائق. العوائق أول زي ما أنت قلت، الخوف والتردد والخوف ده هو يعني بيعيق الكارز إن هو يشهد عن المسيح اللي فيه. أهم حاجة في موضوع الخوف ده إن احنا نعرف إن لو أنت قعدت فمحضر ربنا
أكتر هتتحرر من الخوف. طب اللي هتحرر إزاي؟ روح القدس بيديك قوة، الروح القدس بيشهد فينا، الروح القدس بيكسر كل عوائق الخوف والتردد دهيت. طب إزاي حصل ده؟ طب حصل ده قبل كده؟ حصل طبعا في أعمال الرسل. يعني ما انساش ابدا وانا بقرا اعمال الرسل اصحاح 4 اما تلاقي ان بطرس ويوحنا، مين هم بطرس ويوحنا؟ هم كانوا مين بطرس ويوحنا؟ دول صيادين، يعني كان بيقول عليهم عاميان، واخدوهم وراحوا سجنوهم رؤساء الكهنه وراح جابوهم تاني يوم وبيسالوهم. يقول امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم، يعني هو اللي اداله الجرأة ان هو يرد، مش بيرد على واحد مثلا في الشارع بياع، ولا بيرد على واحد صياد سمك زيه، ولا لكن بيرد على رؤساء الكهنة، يعني اكبر والفرسيين والصدقيين اكبر فئة دينية بالضبط، دول اكبر ناس او اقوى ناس في المجتمع. تخيل ايه اللي يخلي واحد زي كده يقدر يرد؟ اصل ده بطرس. طب بطرس كان ايه؟ وانت بطرس، انت بطرس، انت ممكن انك انت ترد لو انت قعدت في محضر الله وطلبت روح القوه. الروح القدس مش عشان بطرس بس، الروح القدس ساكن فينا، روح الله، روح القوه، روح المشوره، روح اللي بيرد. ربنا بيرد فيك، بيرد على الناس، بيقدر ان هو يوصل للبشر من خلالك، من خلال كلمات الروح القدس جواك. الروح القدس بيكسر روح الخوف. وعايز اقول حتى ان احنا بنخاف، احنا بنخاف لان احنا بنحس ان ربنا ما يقدرش يحميني مثلا. لا، ربنا يقدر يحميني. احنا مش بنشوف ربنا في قوته في امكانياته. اوعى تحط ربنا جوه صندوق وتقول دي امكانيات الله، اوعى تعمل كده. انا ياما كلمت ناس انا لم اتخيل في حياتي ان انا ممكن اكلمهم. ربنا قال لي شاور لي على بني ناس بدقون قد كده وناس منقبين. انا مستحيل لو كنت انا بفكر بتفكير رشا وبعينين رشا اقول لا ده مثلا يقبل الرساله وده ما يقبلش. لكن لما انت تسمع صوت ربنا، تسيب الروح القدس هيكسر الخوف ده، هيديك كلمه للانسان ده، هيديك رساله المسيح بلا خوف وبجرأة. الخوف على فكره روح خوف. يعني بتشوفي ناس بتركوا الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبيجوا عبلاد الحرية وما زالوا خايفين أنه يتكلموا عن يسوع المسيح. طب هناك محجوزين أو مضطهدين، طب وهون؟ فالفكرة أنه هذا الخوف روح شرير محتاجين نتحرر منه. الله لم يعطينا روح الفشل. ربنا ما ادناش روح الفشل، روح الخوف ده بيفشلنا. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله ما ادناش روح ضعيف، الله ادانا روحه. الروح القدس بيدينا القوة والمحبة، محبة المسيح والنصح. ما ينفعش ان انا اقول ده مش موجود جوايا، انكر عمل الروح القدس في حياتي. فاذا يعني الخوف هو عدو الايمان. الشخص اللي ما عنده ايمان يعني عنده خوف، صعب يكلم الناس. في نقطة كمان بتتماشى مع نقطة الخوف دهيت، وهي عدم الثقة في الناس. في ناس كتيرة قوي يقول لك هو أنا مين علشان أكرز بالمسيح؟ أنا ما أعرفش أقول إيه. ده على فكرة عندي بشارة سارة ليك، لو أنت بتقول أنا ما أعرفش أكرز وأنا ما عنديش كلام أقوله وما اعرفش اقول كلمتين عن الكتاب المقدس ولا هقول ايه عن المسيح، انا بخاف وبتردد وما عنديش. احب اقول لك ان في ايه حلوه قوي بتقول ان الله اختار جهال العالم ليخزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء، اختار الله ادنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر
كل ذي جسد أمامه. لو أنت من الفئة دي أنا عندي بشارة سارة جدا ليك، أنت مناسب جدا لعمل الله. لو أنت شايف أنك أنت ضعيف، الله بيختار الضعيف عشان يظهر قوته فيه. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد لأننا سنحصد لأننا سنحصد إن كنا لا نكل. في حين إن كنا لا نكل، في حين في وقته هتحصد إن كنا لا نكل. استمر. لو أنت حاسس أنك أنت مش عارف تقول، استمر، شارك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. وكتر المشاركات دهيت، كان القسيس منيس عبد النور علمني درس زمان. أنا كنت بقدم اللي هو راعي كنيسة قصر الدبارة في القاهرة، قبل القسيس سامح حاليا. كنت قاعدة بقول له أنا يعني بحب أشارك الإنجيل، وكنت في الأول لسه في بداية إيماني، وكنت بشارك أي حد أكلمه عن المسيح، بس ما كنتش بشوف ثمر. فقلت له أنا بكلم الناس ومش بشوف أي حد بيقبل المسيح. قال لي أنت الإنسان اللي بيقبل المسيح ده، ربنا بيحط وزنات جواه، بيحط معاملات، بيفضل يتعامل معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. قال لي كيلو السكر المكعبات بيتنك تحطي لغاية ما الكيلو يكمل. كيلو السكر المكعبات مش سكر، مش مكعبة واحدة، لكن كل مرة ربنا بيتعامل مع الشخص ده واحد بيضيف مكعب زيادة في هذا العمل لغاية ما يتم والبني آدم ده يقبل المسيح. يعني حتى أنا راجع يتوى من مؤتمر، واكتشفت في المؤتمر كم من العدد اللي آمنوا من خلال برامج نور لجميع الأمم، من سوريا، من العراق، من مصر، من السعودية. شاب بسأله يعني كيف اختبرت المسيح، قال لي بصراحة أنا بحب إلقائك في البرنامج فأعجب، ابتديت أشاهد وبعدين تعلمت عن المسيح وسلم حياته عن المسيح. فبتسمع اختبارات عديدة ما بنعرفها اليوم، يمكن نكتشفها لاحقا، بس سنحصد في حينه كما ذكرت. بعتقد واحدة من المعوقات الكبيرة أنه يعني العديد من المنافقين في المجتمع المؤمنين يعني مش عاوزين يخدموا، بس مجرد يعني عايشين بقدموا معلومات ولكن عايشين في نفاق ديني، عم بسايروا، عم بتساهلوا، عم بساوموا، عم يتهادنوا على حساب الحق الكتابي، التحوير، التغيير، بحاولوا يعني يعجب الأشخاص، مش عاوز يكون مكروه من أي حد. مجتمع منافقين، شو رأيك في هذا الموضوع؟ الناس أما بتحاول ترضي الناس عمرها ما هترضي الناس. إحنا رسالتنا مش بنقدم نفوسنا. أنا كل مرة أنا كنت بشارك فيها رسالة الإنجيل مع شخص، كنت بقول له أنا نفسي المسيح يبقى يترسم فيك، الناس تشوف نور المسيح فيك أو فيكي، نفسي إنك تتغير لصورة المسيح، لشكل المسيح، لأسلوب المسيح، لقلب المسيح، مش ليا، مش لشكل رشا. كتير من الناس أنا كلمتهم وقلت لهم إحنا كلنا في الموازين لفوق، والمشكلة إن إحنا ما بنحاول نرضي الناس بنبقى أكتر في الموازين لفوق، لكن إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنقدم المسيح. اوعى تتنازل عن صورة المسيح، اوعى تتنازل عن شكل المسيح. وده وضع للأسف اللي بتحكي عنه المنافقين، يعني شيء مخزي. وأنا بصلي إن الناس دي ترجع للرب، إن الناس دي المسيح يفتقدها بمحبته ويغير حياتها، ومش بعيد عنه. يعني الرب إذا كان غير واحدة زيي وغير زي ناس كتيرة عرفوا من خلفيات مختلفة، قادر إن هو يغير واحد زي منافق زي كده، وإنسان قائد حتى لكنيسة أو لمجموعة أو لواتيفر. يعني
يعني بتعرف في كمان مجموعة يعني اللي بقول لك يا أخي يعني الله رحيم لدرجة أنه مش رح يدين الناس. أنت عارف هاي نوع من البدعة صارت أنه الله محب، يعني معقول الله يحط ناس في جهنم؟ يعني كبر لي دماغك شوية نزار. الله رحيم، الله الله محب، فشو ردك على هاي النوعية من الناس؟ هي للأسف هو كده بياخد الحتة اللي هو عايزها من شخصية الله وبينكر الجزء الآخر للعملة أو شخصية الله كاملة. الله عادل، بار، بار قدوس. ما ينفعش إن إحنا الله يتنازل عن عدله. الله لو تنازل عن عدله ما كانش المسيح جه. بعدين عندك ناس اللي بقول لك كل واحد على دينه الله يعينه، وكل الأديان يعني حتى اليوم رؤساء طوائف على فكرة ابتدأوا ينادوا بهذه البدعة إنه كل الأديان مثل بعضها. ليه أنت يعني معقد الأمور مع الناس؟ الحقيقة مش كل الأديان زي بعض طبعا خالص، وأنا لا أتفق في الفكرة ده هي إطلاقا. ولو كل واحد بيقول كل واحد على دينه الله يعينه، يبقى أنت أصلا ما اختبرتش عمل المسيح. مع احترامي ليك حتى لو كنت مسيحي، أنت مسيحي لم تعرف المسيح. المسيح يغير، المسيح يخلص، المسيح يعطي حياة أبدية. لو أنت ما اختبرتش ده فأنت بتقول كل واحد على دين الله يعينه، لأنك أنت لم تختبر ده. المسيحية بالنسبة لك هي دين، المسيحية مش دين، المسيحية شخص المسيح طبعا. وإلا يعني شو السبب أو ليه إنه الله يتخذ جسد في ملء الزمان في شخص الرب يسوع المسيح ويجي يعمل عمل الفداء والخلاص بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات؟ فشو إلها لازم يعني أصلا لكل هالسيناريو، كل هالمسرحية اللي احنا مننادي فيها، إذا فعلا يعني كما يقول نكرز بالمسيح مصلوبا بأنفسنا عبيد، يعني لسنا نكرز بأنفسنا، نكرز بالمسيح مصلوب. اللي بيتكلم الكلام ده يا أخي نزار مع احترامي ده إنسان بينكر الكتاب المقدس، لأن في العصور الأولى للكنيسة أو الكنيسة الأولى اتعرض لكم اضطهاد رهيب رهيب. طب الناس دي كانوا بيضطهدوا ليه؟ لا، والمسلمين يعني اللي آمنوا في المسيح، احنا بنحكي على ملايين المسلمين المؤمنين بالمسيح، يعني هاي طعنة في قلوب المؤمنين من خلفية إسلامية مجرد نتكلم بهاي الكلمات. شو لها لازم؟ سبنا حياتنا ليه، وسبنا عائلتنا ليه، وسبنا بيوتنا ليه، وبلادنا سبناها ليه، ومجتمعاتنا وطلعنا قعدنا في أماكن تانية هروبا من الاضطهاد. وإن كان على فكرة أنا ما هربتش من الاضطهاد، أحب أقول إن أنا قعدت وقت طويل في مصر وفي السعودية قبل ما أجي على بلاد المهجر. وأنا جيت لأن دي مشيئة الله إن أنا أجي في المكان ده. ولازم نعرف إن الاضطهاد جزء من الكرازة. والاضطهاد اللي بيحصل ده كان بيخلي الكنيسة تنمو. يعني الاضطهاد حصل في أورشليم فجالوا مبشرين بالكلمة. يعني انتشر المؤمنين في أنحاء المسكونة بسبب الاضطهاد. فربنا بيستخدم بيحول اللعنة إلى بركة، بيستخدم الاضطهاد إن هو يكون بركة للناس اللي حوالينا. بعد إذنك ممكن أخذ مكالمة. الأخ أثناسيوس، أهلا وسهلا أخ أثناسيوس. أنا ذكرت اسمك مزبوط أخوي؟ مزبوط أثناسيوس. أهلا وسهلا أخ أثناسيوس، من فضلك عرفنا على نفسك يعني بالأول. بالأول أنا راجل ما عدى سن 60 بكم سنة كده، بس نشكر ربنا بنعمة مسيحنا نقطة الخلاص وتعمد في 2016، وتعبت جامد على معرفته، يعني لأن أنا العمر كان عدى
وهي حكاية طويلة، أنا ممكن أبتديها معاكم من فضلك، بس تديني وقت يكفي إن أنا عشان أوصل الفكرة لكل اللي بيسمعونا، مين هو الإله الحقيقي يهوى المتجسد بشخص يسوع المسيح. وبنفس الوقت كمان خبرنا كيف أنت اختبرت الرب يسوع. طبعا ما أنا طالع أشهد، يعني أنا أقول النعمة اللي أنا نولتها من الرب يسوع المسيح له كل المجد بعد 60 سنة. الأول أقول سلام المسيح يملأ لكم جميعا، رب يبارك خدمتكم ويكون لكم ثمار بحسب الوزن اللي معكم جميعا في اسم يسوع ده كل مجد. وبعدين برضو بقول شكرا لربنا يسوع المسيح له كل المجد، بل سمح لي أن أكون باي لكم لكي أعلن مجد الله الخالق والرازق بعد سن 60 له كل المجد. حبيبي بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبدأ في اسم يسوع المسيح وكل مجد شهادتي لإلهي ومخلصي وفدي، فأقول أولا أنا بوجه كلامي لإخواني المسلمين أحبائنا، واللي هقوله مش هجوم عليهم أبدا، هو بس إيضاح ماهية هذه العقيدة اللي أنا عشت بيها بينكم أكثر من 60 سنة سنة وشيعة. بمحمة ربنا يسوع المسيح ونعمة منه بكل مجد اسمعوا مني، أنا العجوز المبتدئ عن معتقدكم بعد ما فتشت كتب التراث الإسلامي عشان نوصفه إلا كده، اللي أنا كنت في يوم من الأيام بدأت عنها بكل ضرورة أيام ما كنت منكم، كنت بكذب لنصرة الله أكبر ونبيه الذي ادعى النبوة، وأيام التشيع كنت بستعمل التقية أيضا عشان أثبت أن من عالي لي مهدي معصومين، مع أني بعدين اكتشفت خلعة جديدة. المهم وأن هم يعلموا ما قد كانوا وما قد يقولوا، أن هم مشتقين من نور الله أكبر. طبعا دي جزئية ليها بحث كبير أوي عندي، مش بداية أنا كنت بؤمن بمقولة لا تسألون عن أشياء إن تبدو لكم تسألكم، أيام السنة وأيام الشيعة كان بفيه مقولة سيدنا من لا شيخ له فأبليه شيخه. المهم نبدأ في فترة الستينات، أنا مواليد أوائل الستينات. طبعا الكل يعلم المسيح كبير في السن إن فترة الستينيات وعدم وجود تنظيم الإخوان كانت الناس كلها بينهم محبة وسلام وسماح. في ابتدائية يعني أنا عايز بس أشرح حتة صغيرة قوي، إزاي الطفل المسلم بيتربى ويطلع في عداوة بينه وبين الطفل المسيحي اللي ممكن يكون بيلعب معاه على بسطة السلم أو الحوش. بيتاخد الطفل من ايده ويتقفل الباب ويتضرب علقه بالشبشب، ما ينساش الولد او الطفل او البنت ما بتبقاش عارفه هي بتتضرب ليه سن 3 4 سنين، لان هم اتطلعوا مع بعض. بيبتدي يتوجه له كلام ده، دول وحشين ودول. طبعا انا مش عايز اقول الالفاظ اللي انا ربيت عليها او اللي هي بتتقال وانتم عارفينها بنتخطاها. تيجي الطفل ده بعد ما يدخل ابتدائي اتشبه هو ايه؟ بحر اللي لاقي عليه اسمه صليب او اسمه مسيحي. انا بتكلم بكل صراحه بقول اللي كان بيحصل في ايام الستينات والسبعينات. بس في نفس الوقت الجاره المسيحيه او الجار المسيحي بيساعد المسلم بكل محبه وذوق واخلاق، وبيتحمل اهانات. كلمه وحشه كانت بتتقال زمان برضه مش هقولها، طبعا انتوا عارفينها. لما دخلنا ابتدائي بنلاقي ان هم دول بيخرجوا بره، هم اخواننا المسيحيين في فصل كلهم لوحدهم في حصه الدين. فهنا بيثبت كلام البيت على الطفل، الطفل بيسمع من ابوه وامه لا ما تقعدش جنبيهم، اذا في حصه الدين هم وحشين فعلا وكفار وداخلين النار. لما الطفل بيعدي مرحله الابتدائيه بيخش اعداديه العداوه بتزيد جدا، لانه بيبقى الطفولة للصبا بقى يعني، عشان بخبره ورجيته، فبيأذي أكتر المسيح. في فترة الثانوية هنا ابتديت أنا لقيت ناس، أنا كنت ملتزم جدا بعيلتنا متصوفة، وفي منهم يعني في حنابلة وفي شافعية وملتزمين جدا. طبعا تفتكر أيام الستينات والسبعينات ما خرجش إخواني المسلمين إلا في 1977 أيام الاقتصاد بتاع أنور السادات، لكن قبل كده كان عبد الناصر حفظهم في السجون بعد ما زعلوه في ثورة 1952. في الثانوية أنا كنت ملتزم وكنت تابع مركز شباب الإخوان المسلمين اللي هو في محطة معروف ما بين رمسيس والتحرير. الجماعة الإخوان المسلمين يا جماعة كل شغلها كان تحت الأرض في الأنفاق ومش علني، وهم منظمين جدا 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 جدا. حابب أأكد بس وبقول لكم على هذه القناة المباركة، أنا أثناسيوس ابن الملك كافر
بهذه العقيدة الوثنية السرطانية المتحورة على مدار السنوات لصالح البدو القادم من صحراء الجزيرة العربية. نعم، أنا أكفر بالله أكبر، وأكفر بمن صنعه وادعى نبوة، اللي هو قسم ابن عبد الله بن أبي حفش، وادعى أنه يأتي خبر من السماء بوحي عن طريق ملك. أيوه أنا كافر، وهثبت لكم من ذلك من كتبكم الفرنسية، بس مش هو ده موضوعنا النهارده. موضوعنا ان انا هشهد للمسيح ايه عم بتكلم بطلب تقديم صغير عشان اكد لكم حاجات هتيجي بعد كده. انا كنت بقول بسنوات كتيره جدا صرنا فيها ان احنا خير امه اخرجت للناس ونحن الاعلام وهم يدعوننا كانت في النار. انا يا حضرات ايام ثانويه عامه تم استقطابي لان انا ملتزم في الصلاه، مش راجل بس لا مطور دقني ولا حاجه، عادي شاب عادي خالص، ولكن في شعارات وعبارات بينشأ عليها استكمال لتربيه البيت وتغذيه الطفل والصبا مرحله الاعداديه، ان ده لا ده كده ده وحش، ده وحش ليه صبيه مش عارف بيعملوا ايه، حاجات وحشه انا مش حابب اقولها على اخواتي لان انا جزء من جسد المسيح، وانتم عارفين ما فيش داعي ان انا اقول. انا عارف ان انا اللي هقوله دلوقتي هيظلمكم يا مسلمين على كل المستويات، بس رغم حب اسمه للاخير حتى توصل الفكره كامله ليه. ليك الحق بالرد والقبول بما ستسمعه، لكن احذر يا اخويا المسلم، احنا ما فيش مشكله بيننا وبينكم، المشكله في العقيده اللي انا كنت فيها يا ابني. انا حاليا دلوقتي ربنا مديني اللهم عشان اشهد لي على كل مكان وكل مكان، حتى لو على التيك توك على الفيس على ماسنجر على الواتساب، علشان اقول لكم يا مسلمين هيجي يوم الدينونه وهيتقال لكم انت بلا عذر اليوم ايها الانسان. أتابع بأقول لحظة، خلي بالكم يا اللي بتسمعوني، أنا عارف إن أنتم هتعرضوا الكلام ده. في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات كان كل المسلمين بياخدوا عقيدتهم من الأفلام الدينية والمسلسلات الدينية والدروس اللي كانت بتتقال في الجوامع، واستحالة حد يقدر يسأل أو يشكك في آية، لأن هم عندهم مقولة إيه؟ لا تسألون عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم. إن دخلت في الحتة ديت هتبقى زنديق وكافر، وهي ممكن نقام عليك لحد الكلام ده في ايام السبعينات، ايام شكري مصطفى اللي انا كنت مين جماعته؟ انا كنت من جماعه شكري مصطفى قائد جماعه التكفير والهجره، اللي هو كان يعتبر رئيس الجناح العسكري لاخوان المسلمين، المكلف بتصفيه كل من يعارض فكر الاخوان المسلمين على الارض، لما كانوا بيكتبوا على الحيطان الاسلامي والحل مش عارف ايه، ما عرفش كده كان باذن الاخوان المسيحيين. في الوقت ده حصل فيه حاجات كتيره قوي صعبه جدا جدا في الثمانينات، بعد ما اتقتلهم السادات سجون وخرجهم ابتدوا يشتغلوا صح واستكتبوا كتير، وانا كنت منهم، وانا بعترف ان انا ايام الثانويه العامه كنت والجامعه كنت معاهم، كنت بساعد وكنت بقول لهم، كان في تنظيم عالي خالص بفضل الوقف بتاع الركح في السعوديه، وثلاث شركات في السعوديه ارباحها بتوصل اليهم، زائد ان في تسع شركات في مصر اللي السيسي حط ايديه عليها، كل ارباحها كانت بتروح لايد الاخوان المسلمين علشان تفجير الكنائس في الفترات اللي فاتت، اللي هي يعتبر اتمنع دلوقتي لان لغايه الطابور الخامس جوه السجون. المكان ده جوه وحش يا جماعه، انا اتهمت معاهم، اتحط اسمي ان مشترك معاهم في قضيتين اختيار شخصيتين مهمه جدا، مش بنذكر الاسماء عشان دي حاجه شخصيه جدا يعني. طيب يا اخ اثناسيوس، انت عرفت المسيح ازاي؟ يعني ازاي المسيح افتقدك؟ ما هي اللي جايه دي، يعني انتوا مستعجلين؟ ايوه عشان وقت البرنامج اصله هيخلص للاسف ومش هنبقى. انا عرفت المسيح يا ست الكل بعد ما خرجت، يعني قضيت مع الاخوان المسلمين 10 سنين طالما انت مستعجلاني هنكروا في الموضوع، دخلت معاهم 10 سنين وعرفتهم على حقيقتهم، ان الموضوع مش موضوع ان في اله ولازم جهاد في سبيل الله والحاجات ديت، لا ده في دولارات كانوا بيتخانقوا عليها جوه السجون، ان الامير ده لسه ليه 3 شهور وده مش عارف ايه، لازم تبعت بقى جوه السجون. كان في اتصال بالخارج فقط، اللي هم بيسموهم سجن سياسي، اللي هم الاخوان المسلمين، خرجت من السجن
وكنت بقول يا رب انا عايز اعبدك، لان الناس دي انا كده مش بيعبدوا ربنا، ده انا بحبه، ان انا بجيع في سبيله عشان اعلم كلمه لا اله الا الله، وان اللي اسمه قصر بن عبد الله ده رسول الله ارشدني. كنت زمان دخلت السجن ما كانش فيه تليفونات اللي هي التاتش والكلام من ده. كان حضرتك بعد ما خرجت من السجن ورحت الاندريه وخرجوني، وكان ليا متابعه وخلصتها وجبت تليفون، ربنا اداني وداني عند جماعه شيعه عرفت منهم من الاسلام المحمدي، هو الشيعه الاثنى عشريه اللي هم بيقولوا السلام. في حاجات كتير لازم تصلي، بس حضرتك بتقولي لي ما في حاجات مهمه جدا. ما البرنامج هيخلص يا ثلاثيوس، يعني لو ممكن بس خلال دقيقتين بس تقول لنا ارجوك ازاي المسيح عرفت المسيح من الشيخ محمد شريف الحجامي. الراجل ده قائد في صلاه السلام تبع الحج الشعبي، هو اللي عرفني ان عيسى مش اخر انبياء بني اسرائيل زي ما كنا عايشين، لا ده قايل العالم جاي كله، اللي هو كان بيدرس لي 3 سنين و9 شهور في الحوزه العلميه في النجف الاشرف. قفلت التليفون معاه، يعني كان بيديني درس كل يوم على مزنجر، وطلبت من صديق ليا، كلمت حتى دقيقتين بقى، طلبت من صديق ليا الانجيل، ما عرفتش في حاجه، فراح كاتب لي لسته بمرتدين وقناه الحياه وبتابع. انا ما كنتش اعرف ان الاستاذ الفاضل نزار اللي انا بتابعه ما اعرفش اسمه، وكنت نسيت اسمه، ان انا هيبقى في يوم من الايام ان انا اكون معاه على قناه الحياه. انا عرفت يسوع مبار بتمجيد، ومن العدل ظهرت لي كمان بعد ما بديت انكر الاسلام واوضح الدنيا ان ما فيش حاجه اسمها الله اكبر، في اله ثاني اسمه يسوع، طبعا هم عارفين عيسى. حاولت افهمهم، بعدت عن خيرهم بعد ما كنت ليا شان في الصوم، اصبحت انا كافر ما ينفعش اعيش في وسط فيهم. تعبت جدا جدا على ما رجعت السنه والشيعه تاني عشان افهم هل الكلام اللي بيقوله صح، لان كنت بكتب معاهم الاخطاء والحاجات دي، انا كنت ان في بلاوي اكتر من اللي بيقولوها. بقيت بكم مر في اخذت في الوقت ده اوضه وانعزلت عن نفسي، وبقيت يعني بتعامل معامله سيئه جدا 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 يعني. بس كان جوايا سلام وهدوء داخلي غير عادي، وكنت ببكي ايام كتير، وظهرت لي ام من العذراء في اوضه انا كنت واخدها بالايجار باحد محافظات مصر في بحري. نشكر ربنا الريحه الحلوه الجميله والهدوء والسلام، وبعد ما كنت ما بقدرش امشي ما بقدرش اشتغل، بقيت زي الفل، وبقيت انا اجري علشان عايز حاجه واحده بس اتعمد. طبعا انا ما بعتبرش ده اختبار، لان ما قلتش تفصيليا، ما فيش حاجه اني انا اقعد 60 سنه كافر وثني واجي في خلال 12 دقيقه ولا ربع ساعه احكي لك، يعني انا ما اعرفش. نعمل حلقات تانية وناخد وقت اكتر معاك. حقيقي ربنا يباركك، والاختبار الجميل، وازاي ان ربنا نقلك من قمة يعني الاخوان المسلمين والاسلام المنظم الى محبة المسيح، الى افتقاد بحب المسيح اللي يغير حياتك ويديك سلام حقيقي مرة تانية بعد ما كنت فقدت سلامك وفقدت احساسك بالاخر، وكان عندك كره لكل الناس المخالفين ليك، أصبحت كارز بالمسيح. ربي يباركك يا أخ أثناسيوس. أمين. ربنا يباركك يا أخ أثناسيوس. أنا شخصيا تأثرت كتير باختباره، يعني حاسس أنه بصراحة يعني مش كان لازم يكون يعني حلقة أطول ويخد راحته بالكلام. الأخ أثناسيوس شكله مليان، والاختبار اللي مر فيه يعني حتى من المراحل اللي تكلم فيها كقائد جماعة من السجن خارج السجن، بعتقد انه في يوم من الايام لازم نعمل حلقة كاملة مع الاخ أثناسيوس. بس مثل ما ذكرتي انه الحلقة عم تركض، يعني ازفت على الانتهاء. عاوز بس يعني طبعا هو في معوقات كتير، انا بصلي انه الله يحرر من الخوف من الخجل، وإنه يكون عنا المسؤولية إنه لا ما فيش حياة أبدية إلا من خلال يسوع المسيح، ما في عذر لأي شخص. ولكن في أشياء اللي هي إحنا بنفتقدها، عم نحاول نعتمد على الدراع وأديله وإنه رد عليه إلى آخره، لكن شو دور الروح القدس والصلاة الشفاعية يعني من خلال اختبارك؟ لأنه دايماً
لما بحكي معك تقول لي أنا بصلي أنا بصلي الرب يقودني أنا بصلي، إيه دور الروح القدس في الكرازة والصلوات الشفاعية؟ الروح القدس هو القائد، هو اللي بيقودنا وهو اللي بيودينا للأشخاص، هو اللي بيرشدنا للأشخاص. الروح القدس بروح القوة اللي بيكسر حواجز الخوف وبيكسر كمان حواجز العادات والتقاليد والاختلاف وحتى اللغة. يعني في حاجات كتيرة جدا بتعوق الكرازة، لكن الروح القدس أما احنا بنقعد قدام الله، احنا محتاجين ان احنا نصلي، نقعد قدام الله نصلي. الركب الساجدة هي بداية الكرازة، هي أساس الكرازة، هو الكرازة في الركب الساجدة. أما بقعد قدام الله وبقول له يا رب أنا نفسي الناس يعرفوك. في كمان مكالمة من صوفي. أهلا وسهلا أخت، أهلا وسهلا أخت صوفي، بس باختصار من فضلك تفضل، أنت معنا على الهواء. أهلا وسهلا، أهلا بيكي. أنا كنت عايزة أتكلم عن خبرتي مع الكرازة، موضوع الحلقة. أوكي. فهو أنا لما عرفت المسيح، قبل ما أعرف المسيح كان في بنت بتكرز ليا، وبعدين أنا كنت بعرضها بكل الطرق، كنت دايما بقول لها أنا كل الكلام اللي بيقولوه المسلمين، وفضلت هي ما يأساتش وفضلت تتكلم معايا، وبعدين لما لقيتني ان انا مفيش مني فايده فسابتني. وبعدها بسنين طويله المسيح افتقدني وافتكرت كلامها. كيف افتقدك المسيح؟ دي قصه طويله يعني ولو بجملتين. سمعت صوت ربنا، كنت بصلي وسمعت صوت ربنا. طبعا كنت بصلي الاله الاسلام. طب انا عايز اسالها سؤال، ممكن اسالك سؤال يا اخت صوفي؟ انت قلتي ان الكارزة دي قدمت لك رساله المسيح وانت رفضتي. طيب دلوقتي انت بعد ما قبلت المسيح بعديها بفتره، طبعا هل انت افتكرتي كلام الست ده هي في وقت من الاوقات افتكرتيها وانت المسيح بيفتقدك؟ افتكرتها طبعا. طيب انت دلوقتي بتشهدي عن المسيح في شهادتك في كراستك انت، هل انت ايه اللي بتواجهيه في كراستك انت المسيح؟ بواجه نفس اللي واجهته جيسيكا، اللي هو المعارضة. يعني ما شفتيش ثمر؟ لا ما شفتش ثمر. وكمان موضوع ان العجرفه بتاعت المسلمين جامده قوي. طب ده وقفك عن الكرازه؟ لا بس الفكره ان الواحد مش عارف يقول لهم ايه. لا بس انا سؤالي، هل الاعاقات دي وقفتك عن الكرازه؟ بطلتي تشهدي عن المسيح ولا استمريتي في الشهاده عن المسيح؟ لا استمريت. طيب انا بشكرك يا اخت صوفي جدا، هي دي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها. ودي النقطة اللي نفسي ان احنا نوصلها لكل المشاهدين، ان مش مهم انك انت تشوف الثمر، مش مهم لو انت بتكرز وحاسس بان الناس ما بيسمعوش كلامك وان الناس ما بتتغيرش ومش حد بيقبل المسيح، مش مهم. صوفي اهيت قدامك، قبلت المسيح بعد فترة طويلة من كرازة اخت قدمت لها الرسالة كاملة وقبلت المسيح. انت حتى لو انت مش شايف الثمر مش مهم، انا عايز اقولك ان السماء هتبقى مليانة من الناس اللي انت كلمتهم عن المسيح، لان دي مشيئة الله وبقوة ربنا وبإمكانيات الله وإمكانيات الروح القدس، مش بقوتك ولا بإمكانياتك ولا أنت أصلاً بتعمل الكرازة دي علشان تبقى زي المسلمين. أصلاً أنا بجيب واحد علشان يخليني ما أدخلش النار، لا أنا بجيب واحد للمسيح علشان أنا قلبي مليان بالعرفان لعمله من أجلي،
فانا بصلي وبتشفع، انا لما باجي اصلي واتشفع انا مش بعمل ترتيب، انا هنزل اعمل كرازه في اليوم الفلاني واعمل البرنامج وانزل، لكن انا لازم اقعد اصلي من اجل الارض اللي احنا هنفتقدها دي. احنا نازلين في المكان الفلاني لازم نصلي نقول يا رب ادينا ان احنا نتشفع، نتمخض زي الست اللي بتولد كده، نتمخض بالنفوس، نقعد كده نشيلهم جوه احشائنا ونصلي بيهم قدام الله ونقول له يا رب تعالى افتقدهم، تعالى انت المسهم، تعالى انت افتح قلوبهم، تعالى انت غير حياتهم، مش بقوتي انا ولا بقدرتي انا ولا بامكانياتي، ده دور الصلاه والتشفع وعمل الروح القدس. وده اهم دور في الكرازه. طبعا طبعا، يعني التلاميذ حتى ارساليه بولس وبرنابا في اعمال 13 الروح القدس هو اللي ارسلهم الى الارساليات، افرزوا لي برنابا وشاول. فدور الروح القدس في غايه الاهميه، لا نستطيع يعني حتى رسول بولس قال كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. فلازم يكون قوة الروح القدس بالإيمان طبعا، وفي نفس الوقت أنا بصلي، يعني يكون عندي أحشاء. ولكن أعتقد في أي خدمة في أي كرازة إذا ما عندي محبة، يعني وعلى فكرة الناس بتميز الشخص اللي عنده محبة. بتختلف معاك، يعني أنا عارف إن في كتير ناس بتختلف معانا، ولكن بقدروا يميزوا إنه إحنا منحبهن، وهاي المحبة طبعا بتفرق مع الكثيرين. عنا يمكن دقيقة ونص، إذا بتحب توجه رسالة أو كلمة أخيرة وتشجعي اللي بعده هيك حاسس يعني عنده برودة في موضوع الكرازة. أنا بشجع الكنايس اللي قافلة على نفسها وحاطة كل إمكانياتها جواها ومش بتحاول ان هي توصل للنفوس. الرب يسوع طلب منا ان احنا نرمي الشبكه، ما ترميش الشبكه ابدا جوه الفريزر بتاع السوبر ماركت، ده مش المكان بتاع الصيد. لازم ترمي الشبكه في العالم بره في الشارع، لازم تطلع وتخرج وتكرز برساله الانجيل. المسيح قدم نفسه، ودي العطيه، عطيه العطايا. المسيح قدم نفسه لاجلك، فانت محتاج انك انت اول ما تقبله تتكلم للناس عشان يقبلوه، علشان يعرفوه الاله الحقيقي يسوع المسيح ابن الله. شكرا جزيلا اخت رشا، انا عارف انه كان موضوع كبير بس ما يدوبنا لمسناه، الرب يعطينا حلقات اخرى. احبائي، قال رسول بولس اكرز بالكلمه، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، انتهر وبخ عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أنا لازم أكرز لأن مجيء الرب قد اقترب، في أي لحظة ممكن الرب يسوع يرجع. أنا لازم أكرز لأنه ما بعرف في أي لحظة أنا ممكن أفارق الحياة. أنا لازم أكرز لأنه حقيقة لازم أتكلم عن الكتاب المقدس، الحق يسوع المسيح الطريق والحق والحياة، كيف يسمعون بلا كارز. فطبعا اليوم ما أكثر الضلالات وما أكثر البدع ورياح التعليم واللي بتسهل الرسالة، بتحاول تدخل الناس من الباب الواسع ولكن بدون أي استقامة وبدون أي حق. أنا بدعوك اليوم إلى يسوع المسيح المخلص الوحيد، آمن به تغفر خطاياك، تحصل على الحياة الأبدية وتنال الضمان الأبدي من خلال قبولك يسوع المسيح. خبرنا عن اختبارك.
عشان يا رب بقيت من حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت شايل عرنا دقت مرارنا رشعت نهارنا وخليت أحزاننا تهرب وتدوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول ما بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول لو حبيت العالم هشقى وابقى عدو والله معقول ده أبويا الغالي المحبوب في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغيريني ولا فاني وكله حروب واللي يحبه يعيش مغلوب عالم فاني وكله حروب واللي يحبه يعيش مغلوب وقلوب التايبين بتسيبه اللي جعلها تتوب تشبع بكلامه المكتوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصدور وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغيريني ولا طيور عايش في العالم والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم